في آخر يوم الناس بتلم الرحال ولا محاولة نجحت يا رسول الله، لغاية ما النبي يلاقي إيه؟ 6 ولاد من الأنصار من الخزرج، أكبر واحد فيهم عنده 21 سنة. اسمه إيه الكبير بتاعهم ده؟ مهم قوي. اسمه أسعد بن زرارة، من أهل المدينة هنا، من بني النجار. بدأنا ندخل على المدينة أهو، هندخل على المدينة أول مرة النهاردة، ندخل على المدينة أهو. 6 من الخزرج جايين يعملوا إيه؟ جايين يحجوا، شباب صغير. يلاقيهم النبي فين؟ عند الحلاق. أخروا الحلاقة للآخر. هو النبي بيروح للناس عند الحلاق؟ النبي ما بيفوتش ولا فرصة. عند الحلاق، عند الحلاق، ما بيسيبش رسول الله صلى الله عليه وسلم، منتهى الإصرار. حبيت النبي في تحديه. احنا كلنا بنحب النبي في عبادته، وبنحب النبي في رحمته. تيجوا نحب النبي النهارده بشكل جديد. النبي في إصراره، النبي في عينيه اللي مصر على رسالته، النبي اللي كله أمل، النبي اللي اسمه محمد وكلمة محمد كلها أمل. ما هو اسمه من كده، الحمد، نفسية متفائلة مش متشنجة ولا غاضبة، بيحمد كثير، فاسمه محمد. تيجي نقلده، تيجي نحبه النهارده بإصراره فناخد منه دي، تيجي نستمد من إصراره وإصرار لينا، وتقول أنا استمديت دي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دنيتك وآخرتك. هتعمل إيه يا رسول الله؟ هكلم 6 ولاد عند الحلاق. قال: من أنتم؟ قالوا: من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ هو أنتوا اللي عندكم عهد مع اليهود؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم دارس وعارف الدنيا فيها إيه، وبيقرأ الأخبار وبيقرأ وبيتفرج على نشرات، متابع الدنيا فيها إيه. أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ ممكن تسمعوني؟ يا حبيبي يا رسول الله، ما هو 26 واحد مش عايزين يسمعوا. أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: قل. أدينا بنحلق، قول يا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام ويقرأ القرآن: إني رسول الله إليكم، ويحكي ويحكي. النبي بيحكي والشباب الصغير بيبصوا لبعض ويبرقوا. إيه؟ قالوا: هذا هو النبي الذي تتوعدنا به يهود، هو ده. خلي بالكم يا جماعة، أصل من ترتيب ربنا إيه؟ إن اليهود عايشين في المدينة، فاليهود عمالين يحكوا إن النبي آخر الزمان جه، وعمالين يقولوا للعرب هنتبع معاه ونحاربكم. أصل اليهود عندهم في التوراة كل صفات النبي بالظبط، ما عدا صفة واحدة بس. إيه هي؟ إنه هيطلع من العرب. فهم متأكدين إنه هيطلع منهم. ليه؟ لأن كل الأنبياء من لدن إبراهيم لغاية النهاردة، من بعد إسماعيل، طالعين من بني إسرائيل. فالطبيعي والمنطقي إنه طالع منين؟ نبي آخر الزمان من بني إسرائيل، وربنا خبى عليهم المعلومة دي. فهم متأكدين، فعمالين يروجوا في المدينة لظهور نبي آخر الزمان. فكان سر إسلام شباب المدينة وأهل المدينة إن المعلومة اتقالت لهم كتير، بعكس القبائل الأخرى اللي ما عندهاش المعلومة دي. فسهلوا للنبي مهمته بأنهم عرفوا أهل المدينة على الإسلام. فشوفوا كيف يدبر الله كونه، وكيف يعني يجعل الله تبارك وتعالى رسالته تتحرك عند آخر حد أنت ممكن تتخيل إن هي تتحرك. شفت الموضوع ماشي ازاي، وشفتوا كيف يدبر الله. فالشباب دول اكثر استعدادا لتلقي الفكره،